منورتنا النهارده عن موضوع يهمنا كلنا، كلنا شايفينه ولامسينه على ارض الواقع في الفتره الاخيره، الا وهو المجهود اللي بتبذله الدوله اخر 4 سنين في اهتمامها بذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه كملف مهم وحاضر دايما زي اي ملف موجود. واعتقد ان هم بيعيشوا عصرهم الذهبي من اهتمامات في كل المجالات، سواء كان في الرياضه، الفن، الاعلام، وكمان الدراسه. الاهم بقى من ده كله انه على المستوى الانساني حرص الدوله على تنوير دورهم واهميتهم في المجتمع، كمان الفعاليات، المؤتمرات، الاحداث اللي بتتعمل ليهم، زي مثلا اخر حدث كان حفله مؤتمر قادرون باختلاف اللي كان من يومين وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه زي كل سنه، وكان متصدر المشهد اليومين اللي فاتوا، لانهم الحدث ده بيخلي الناس تقرب منهم اكتر وهم كمان بيقربوا من الناس، نتعرف عليهم وعلى حكايتهم واحلامهم وطموحاتهم، ونحاول كمان ان احنا نساعدهم، لان هم اميره جزء كبير جدا 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 من المجتمع. مظبوط هند، مظبوط. يعني لما بنتكلم عنهم وبسمع قصصهم بيدوني بجد كميه طاقه ايجابيه وتفاؤل وامل، عمرهم ما بيحسسونا ابدا انهم يائسين من الحياه وفاقدين الامل، طموحهم ما بينتهيش. وعايزه اتكلم بصراحه هند النهارده في جزئيه مهمه جدا، كلنا دايما بنفتكر ان الاشخاص المعاقين هم الاشخاص اللي بيكون ما عندهمش انجاز ومش عارفين يعملوا حاجه، لكن بالعكس دول بني ادمين عندهم، وانهم بني ادمين عندهم عجز ومختلفين عننا. بس الحقيقه ان كلمه معاق ممكن تتقال على واحد ما عندوش اي مشاكل لكن عنده اعاقه في ذهنه، يعني اي حد عنده نسبه عاليه من الغباء او الاشخاص الجهله المتخلفين. بس الاعاقه بالنسبه لنا، ولازم كلنا نركز في الموضوع ده تحديدا، هو اعاقه فكر، اعاقه اراده، عمرها ما كانت اعاقه جسديه او شكليه. بنشوف دايما اشخاص بيحققوا انجازات وارقام قياسيه وهم عندهم بتر او عندهم مشاكل معينه. لازم كلنا نعرف ان دول ما ينفعش نقول عليهم معاقين، دول اسمهم اصحاب همم، دول بناخد منهم امل وبناخد منهم إيجابية. ولازم نغير كلمة معاقين دي من قاموسنا وحياتنا لكلمة أصحاب همم، لأنها كلمة صعبة أنت حضرتك ما بتحسش بيها لما بتقولها. يعني لازم نعرف قد إيه الناس دي بتأثر فينا. وأنا شايفة أن أصحاب الهمم دول أرقى أشخاص وأرقى قلب ممكن تتعامل معاهم، فيهم أسامي كتير قوي عملت إنجازات. ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة مش حاجة قليلة، الموضوع ده فعلا بيضايقني جدا، فلازم نركز جدا في الاسامي، ما بنقولش معاق، بنقول ذوي الهمم. تاني حاجه عايزه اقولها ان الناس دي رغم ان حياتهم صعبه، مش اقصد صعبه علشان هم مختلفين، لا، صعبه لانهم بيواجهوا تحديات اكبر من التحديات اللي احنا ممكن نواجهها في حياتنا. فرغم ان حياتهم صعبه الا انهم راضيين ومتحملين. احنا ربنا يا جماعه ما خلقناش عبثا، وما اداش كل واحد يعني مشكله في حياته هو مش قدها، اي حاجه ربنا بيعملها هو ليه حكمه فيها وفي كل حاجه. فبجد انا بقول كده ان هم قد ايه مهمين وقد ايه بيلهمونا وقد ايه بيفتحوا دماغنا. يمكن في ناس تانية ما عندهاش اي حاجه ولا عندها اي مشاكل وما عندهاش ربع الامل اللي عندهم. ده حقيقي، واللي انت قلتيه ده يودينا لحته مهمه جدا يا اميره، الا وهي انه الناس اللي بتشوف ذوي الهمم مختلفين، ربنا، انا عايزه اقول لكم حاجه قوي، ربنا مدي الناس دي قدره على التحمل، ومديهم طيبه قلب كبيره جدا جدا جدا، مديهم حب قادر يخليهم يعملوا اي حاجه بابتسامه لطيفه. كل اللي محتاجينه مننا شوية تشجيع وثقة فيهم. وحاجة كمان مهمة قوي، مش بس هم اللي محتاجينها، كلنا محتاجينها مع بعض، تقبل، تقبل الاختلاف. كلنا محتاجين ان احنا نقبل اختلافاتنا، اقبل ان انت قصير وانا طويل، انت ابيض وانا اسمر، انت مسلم وانا مسيحي، وهكذا. الطاقة الكبيرة اللي موجودة عند ذوي الهمم محتاجين ان هم يستخدموها في احلامهم، مش محتاجين حاجة اكتر من كده. انا بتضايق جدا من كل اب وام مكسوفين من ولادهم، حابسينهم في البيت، لما بيجي لهم ضيوف بيخلوهم في أوضة لوحدهم لمجرد ان هم حاسين ان هم مش زيهم. احنا اللي مش زيهم، ربنا مدي كل واحد فينا ال 24 قيراط بتوعه كاملين. صحيح. في اللي واخدهم صحة، اللي واخدهم مال، واللي واخدهم جمال، واللي واخدهم ولاد. ال 24 قيراط ربنا بيقسمهم علينا بالعدل، فلازم نتعلم نكون راضيين باللي احنا فيه، مش نقعد نرمي كلام زي ربنا يكون في عونك، او اي كلام بيندرج تحت التنمر والتقليل من عزيمتهم.
مش يمكن الشباب دول يا جماعه عندهم قدره تحمل مش عندك؟ هو مش يمكن هم عندهم أكيد. قدره تحمل مش عندك؟ حضرتك لو نزلت رحت شغلك او رحت التمرين بتاعك النهارده ورجلك وجعتك شويه بتقعد تتعصب على الناس كلها وتقول ده انا النهارده يومي وحش؟ لا، في ناس مطوره القدم، في ناس عندها حاجات فعلا 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 صعبه علشان تقدر تنزل تعمل شغلها او تتمرن. احنا فخورين باللي الدوله بتعمله حقيقي، قادرون باختلاف بتوصل زي ما قلنا صوتهم لينا، وعشان كده يعتبر من اهم الاحداث والمناسبات السنويه اللي بتحصل في مصر. حدث مختلف، حدث مؤثر، مليان مشاعر انسانيه، مشاعر جميله جدا بتتقدم لنا وبتتقدم للعالم كله في اشكال مواهب مختلفه زي الغناء، التمثيل، شعر، تقديم تلفزيوني، وكمان حوارات بين ابطالنا وما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاهد مختلفة بنستنى نشوفها كل سنة. ومن مكاني هنا عايزة أشكره على الدور الكبير اللي بيقوم بيه للمرأة، الشباب، ذوي الهمم، اهتمامه دايما بالفئات اللي كانت طول عمرنا بنحارب، الست بتحارب أنا عن دورها، الشباب بيحاربوا عشان مكانهم، ذوي الهمم. سيادة الرئيس جه يعني علشان ينصف بالظبط مرأة، ذوي الهمم، شباب، يعني كل تحية والتقدير ليه الحقيقة. بالظبط، الحقيقة فعلا الفضل كله بيرجع للسيد الرئيس اللي شايف فيهم قدرة وموهبة وبركة زي ما هو دايما بيوصفهم باهتمامه، وخلى أبطالنا دول يعيشوا تطور كبير جدا على كل الأصعدة، لأن احنا عندنا خطوات وإجراءات ملموسة لدعم وتمكين ذوي الهمم في كل المجالات، وأهمها إنهم يكونوا موجودين كعنصر الأساسي في كل المحافل والمناسبات المهمة. وكمان في صندوق قادرون باختلاف اللي اتعمل من ضمن قوانين المؤتمر 2020 واللي شجع على عمل المشروعات الصغيرة ليهم. ومن الحاجات المهمة برضو جدا دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاصة اللي اتعملت في مصر 2020 تحت رعاية الرئيس السيسي، وكانت ضمن 800 لاعب من 42 دولة، واللي مثلت أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاصة باللاعبين الأفارقة. وكمان بقى فكرة ودي يمكن اهم حاجه من اهم الحاجات اللي اتعملت اللي انت كنت لسه بتتكلمي عليها هند، فكره تغليظ عفويه عقوبه التنمر على ذوي الهمم، ده اللي مهم جدا. في ناس بتتكلم كلام عفوي وهي مش عارفه قد ايه هو بيوجع. فحركه المؤتمر السنه دي مختلفه جدا، فاحنا فخورين باللي بتقدمه الدوله في ملف الاهتمام بذوي الهمم، ودايما دايما بنشجعهم ودايما بنشوف الدوله بتعمل ايه، وعشان يبقوا موجودين معانا كده النهارده. ده حقيقي، ناس منهم. ده حقيقي. وكمان عايزه اقول لك بقى على حاجه مهمه جدا، ودي عايزه اقولها لكل حد بيتفرج علينا النهارده، انه مهما كان المجهود اللي الدوله بتبذله والمساحه الكبيره اللي الدوله بتحطها لذوي الهمم في المجتمع، الا ان الناس عليهم دور كبير جدا جدا جدا. ضروري ان احنا كلنا نغير من تفكيرنا. لازم تفهم حاجة مهمة جدا، كلمة واحدة صعبة ممكن تدمر حياتهم، ترجعهم 100 خطوة لورا. يعني زي ما قال مثلا الفنان أشرف عبد الباقي للريس، انت غيرت وجهة نظر الناس وده الأهم. الجملة دي مهمة تتبروز. سهل ان احنا نحط قوانين، سهل القوانين تتنفذ، سهل نخلي ذوي الهمم موجودين في كل حتة، لكن الأهم ان احنا من جوانا نبقى مصدقين فيهم وانهم يقدروا. وده الدور الأصعب، لأنه مش كل الناس عندها القدرة على تقبل الاختلاف، ودي مشكلة كبيرة 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 مش بس لذوي الهمم، احنا عندنا مشكلة في التقبل. كل يوم بنشوف ناس بتنتحر وبنقرا اخبارهم على السوشيال ميديا بسبب يا اميره عدم التقبل. بنت اهلها مش متقبلين شكلها، شاب الناس عنده في الشغل بيتنمروا عليه ومش متقبلين شخصيته، مصايب. وهكذا مصايب، بيحصل مصايب فعلا بسبب التنمر. صح. وانا شايفه ان احنا برضو في القاء ضوء جامد على الفكره دي، ده على جميع الفئات برضو. دي مهمه جدا. احنا عندنا عموما امل كبير، خصوصا بعد اللقطات اللي شفناها في المؤتمر السنه دي. احنا فخورين بكل ابطالنا الموهوبين اللي شفناهم في المؤتمر مع الرئيس.